حنان شو رح يصير فيها؟ يا نهار ابيض. يا نهار ابيض على الرقبة. لا الرقبة مش فظيعة حنان، معقول. فظيعة من كتر ما هي ريل. لا هو الموضوع مش سهل. مش الموضوع سهل. مش سهل لا انت اتلخبطتي. ممكن عادي، بس مش حاسه ان انا هديت. لا انت مش همام. هو ده اللي انا كنت اقصده. هند بعدك عم طلع عقدك. لا انا الايدين بالنسبه لي بيقولوا هيك كبارنا، بيقولوا انه هالايدين عم بتطلعوا عليهم، عملوا وانجزوا وربوا وحققوا. في هيك فخر بيطلع عن جد، ولا هي بس تعويض بالكلام؟ لا في فخر، أكيد في فخر. وصلتي لهالعمر من غير ما، وأنتي لسه يعني ما استسلمتيش، ما يعني مش قاعدة مستنية الموت، أو مش قاعدة، لا يعني عشتي حياتك، ومهما صارعتي الزمن مش هتكسبيه، مش هتطلعي كسبانة من السباق. فأذكى يعني اعتقد انه التعامل الاذكى انك تصاحبيه. انت عارفه ساعات انا لما كنت عندي 30 او 35 كنت بحس انه امتى بقى اكبر شويه والمسؤوليات تقل ارتاح، امتى يكون عندي وقت اعمل جنينه ازرع، عندي الأحلام الخيالية بتاعت الأفلام دي، عارفة اللي طلعوا على المعاش وزرعوا جنينة أو راحوا في بيت في الريف، وعندي كان عندي هالتطلعات. فيمكن الراحة جاية من هنا، الفصل الأخير بحضن الطبيعة يعني اللي بنهرب عليه كلنا. أعتقد